منذ سنوات عندما كان بريمر في العراق كان بعضهم يقول هذا ولي أمر المسلمين. نعم بعض هؤلاء بريمر المندوب الأمريكي كان يجب طاعته ولا تجوز مخالفته ولا يجوز مقاتلة بريمر ولا الرافضة الذين معه. لماذا؟ لأن بريمر ولي أمر المسلمين في العراق. نعم يا شيخ هذه حقيقة لا أتكلم منه. بل أعظم من ذلك في البرازيل جاءني طالب يدرس هنا الآن يقول والله إننا كنا في البرازيل وفي مسجد وجمعية على خير حتى جاءنا هؤلاء فارتد البعض من البرازيليين عن الإسلام. أنا علمت من الشيخ ناصر عمر زاركم قريبا. نعم كيف كانت زيارة الشيخ وما هو انطباعكم عن الشيخ ناصر؟ عن مين؟ عن الشيخ ناصر العمر. ما شاء الله نعم رجل طالب علم قوي وفيما يبدو لنا ولا نزكي على الله أحدا متجرد عن الهوى. الحمد لله. الحمد لله وفيه خير كبير. الحمد لله. ونسأل الله أن يكون كل طلاب العلم في هذا الخلق الإسلامي. هناك في العراق من يحذرني من مجموعة من المشايخ وهذا ما يسمى الجرح والتعديل في مشايخ معينين، هذا له توجه وهذا له مقصد وهذا شيخ سلطة وهذا شيخ ربما مداهن وهذا خارجي وهذا تكفيري إلى غير ذلك. التوجيه ليس للعراق، لجميع المسلمين في العالم الإسلامي في قضية تصنيف الناس. هذا الحقيقة بلاء ابتليت به الأمة من البلاوي التي ابتليت بها. نحن لا شك نقول بعلم الجرح والتعديل، ولا نقول أيضا أن العلماء كلهم أنهم من المعصومين، لكن حقيقة الذي يقع الآن هو إساءة العلماء. وقد سبق أن ألفت رسالة تعرفون عام 1412 بعنوان لحوم العلماء مسمومة، وقدمها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، والرسالة موجودة في موقع المسلم وأثنى عليها وبينت المنهج الصحيح والمنهج الشرعي في نقد العالم. لا نقول إنه معصوم، لكن الذي يجري الآن ليس كذلك. الحقيقة هو إسقاط العلماء، هو وأحدث فتنة عظيمة. أنت تو في سؤال الأخ أبو مصعب تقول من العراق، تقول هل وصل إليكم هذا الأمر؟ يا أخي منذ سنوات عندما كان بريمر في العراق كان بعضهم يقول هذا ولي أمر المسلمين. نعم بعض هؤلاء بريمر المندوب الأمريكي كان يجب طاعته ولا تجوز مخالفته ولا يجوز مقاتلة بريمر ولا الرافضة الذين معه. لماذا؟ لأن بريمر ولي أمر المسلمين في العراق. نعم يا شيخ هذه حقيقة لا أتكلم منه. بل أعظم من ذلك في البرازيل جاءني طالب يدرس هنا الآن يقول والله أننا كنا في البرازيل وفي مسجد وجمعية على خير حتى جاءنا هؤلاء فارتد البعض من البرازيليين عن الإسلام. يقولون عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كان يقولنا العلامة، لكن لما خالفهم وألف كتابه التصنيف وحذر من التصنيف وتقسيم المسلمين أصبحوا يسبونه ويشتمونه. فقلت لهم والله وأنا أقولها أمامك والله أنني أدعو لهم في سجودي، أدعو لهم بالهداية والتوفيق، والله في صلاة الجمعة اليوم أنني في قبل صلاة أنني أدعو لهم بسجودي بالهداية والسداد، وأن يكف الله سبحانه وتعالى عن المسلمين شري وشرهم.